هنشرح دلوقتي ان شاء الله حضراتكم السلايد ماستر او الشريحه الرئيسيه. يعني ايه الشريحه الرئيسيه حضراتكم؟ افترض حضرتك ان انت عايز تعمل مثلا على كل الشرائح بادج بتاع الجامعه بحيث يظهر في كل الشرائح. فبدل من ان انا ادرجه في كل شريحه بالشكل اللي احنا خدناه الحصه المحاضره اللي فاتت، انا كنت بقول انسيرت بيكتشرز واختار الصوره اللي انا عايزها. واعتبر مثلا ده البادج بتاع دي الصورة دي عايزة تظهر في كل الشرائح، فكده ظهرت لي في الشريحة الأولى بس. فده أنا عندي مثلا 500 شريحة، هل ينفع أقول له insert picture في كل شريحة؟ مش هينفع. فأنا عايز أعملها مرة واحدة في بحيث تظهر في كل الشرائح. عشان أخلي الصورة دي حضرتك تظهر في كل الشرائح لازم أعمل حاجة اسمها ماستر سلايد أو سلايد ماستر، يعني الشريحة الرئيسية. وضع هذه الصورة في الشريحة الرئيسية، هتلاقي الصورة دي حضرتك هتظهر لي في كل الشرائح. انت معايا حضراتكم؟ الو، مع حضرتك يا باشمهندس. تمام. انا عايز اعمل ايه حضرتك؟ انا عايز الصورة دي زي مثلا بدج الجامعة حضراتكم. بدج الجامعة عايزه يظهر في كل الشرائح، أو عايز أحط صورتي في كل الشرائح، فلازم أعمل شريحة رئيسية وأضع هذه الصورة في الشريحة الرئيسية. في الشريحة الرئيسية حضراتكم في الحالة دي هتظهر لي في كل الشرائح. يبقى أمسح الصورة دي حضراتكم كده. عشان أعمل الموضوع ده من التبويب فيو أختار حاجة اسمها سلايد ماستر. سلايد إيه؟ ماستر. يبقى اضغط على سلايد ماستر. افتح لي تبويب جديد حضراتكم اسمه سلايد ماستر. وتلاقي في زرار هنا اسمه كلوز ماستر فيو. ده تبويب جديد ظهر، تمام؟ عشان اضع الصورة في السلايد ماستر انتقل حضراتكم للشريحة الأولى، يعني بالسكرول بارد كده اضغط كده لفوق واضغط على الشريحة رقم 1 كده. واجي في هذه الشريحة أضع الصورة اللي أنا عايزها. من تبويب insert أختار pictures وأختار الصورة اللي أنا عايزها. وكده أقول له insert. هتلاقي دي الصورة ظهرت معي بالشكل ده. أصغرها حضراتكم زي ما اتعلمنا سابقا، أصغرها بالشكل ده كده. وكده أحطها في المكان اللي أنا عايزه. ممكن الصندوق ده أعمل له إيه حضراتكم؟ أصغره بالشكل ده عشان أضع الصورة هنا. سواء صورة حضراتكم أو بادج الجامعة اللي أنت عايز تعمله يعني. بالشكل ده كده. هتلاقي الصورة حضراتكم ظهرت لي في كل الشرائح. في كل الشرائح. بعد كده أعمل إيه حضراتكم؟ أضغط على كلوز ماستر سلايدز. سوري، كلوز ماستر فيو. يعني أغلق الماستر فيو. يبقى الصورة اللي جاية ظهرت لي في الشريحة دي هي والشريحة الثانية. طب الشريحة الثالثة هتلاقي مثلا الصندوق النص ده مغطيها، يبقى اعمل ايه؟ اصغره بالشكل ده كده. كليك اند دراج. الصندوق الثاني نفس النظام. تمام. لما اجي اعمل عرض حضراتكم اقول له سلايد فيو. كده كل حركة بتظهر بعمل كليك على ايه؟ الأسفل. لو سمحت يا باشمهندس. أمور حضرتك. هو ما ينفعش أعمل الحركة اللي هو يعني أجيب الشرايح ورا بعض من غير ما أضغط على الأسهم، يعني يجوا بطريقة تلقائية؟ لا، دي هنعملها بعد شوية إن شاء الله. تمام. يعني خلي العرض يشتغل لوحده حضرتك. صح. كده؟ أيوه صح. دي هنعملها بعد شوية إن شاء الله، لسه هناخدها بعد شوية. تمام. كده الصورة حضراتكم ظهرت لي في كل الشرائح. طب لو حبيت امسح الصورة دي حضراتكم ما ينفعش اعمل لها ديليت من هنا.
فكان بيجي سؤال في الامتحان في الاي سي دي ال يقول لي مثلا معايا الصوره دي موجوده في كل الشرائح ديليت ذس بيكتشر يعني ذس بيكتشر از فيود ان اول سلايدز ديليت ات. فطبعا الناس اللي مش فاهم بيحاول يمسحها من هنا مش هيقدر يعلمها اصلا. فلما ظهر في كل الشرائح يبقى المفروض افهم ان دي موجوده في الماستر سلايد في الشريحه الرئيسيه. يبقى عشان احذفها حضراتكم الصوره اعمل ايه من توبيب فيو كده اختار سلايد ماستر. طبعا هنا مش هتلاقيها في الشريحه دي لا احنا حاطينها في اول شريحه يبقى انتقل الى اول شريحه بالشكل ده كده واجي كده اعلم عليها واعمل ديليت كده انا حذفتها. طب لو حبيت ان انا اضيف شريحه غيرها صوره غيرها اقول هنا انسيرت واختار هنا بيكتشرز واختار الصوره اللي انا عايزها واجي اقول له انسيرت وبكده اصغرها بالشكل اللي انا عايزه ده واحطها في المكان اللي انا عايزه وبكده اقول له كلوز ماستر سلايد فين موجوده فين. هتلاقي في تبويب ظهر جديد اسمه سلايد ماستر اعمل كليك كده عليه كده واقول له كلوز ماستر ريفيو. يبقى كده انا حطيت الصوره كده في كل الشرائح. فيها مشكله دي حضراتكم جربتوها ولا لسه دكتور جوزيف؟ معاك يا باشا. ايوه جربته تمام. تمام ايوه بس انا ما عرفتش الكلوز يعني وانا بطبقها ما خدتش بالي يعني بص عملت انسيرت للصوره وكل حاجه وظهرت كل الشرايح تمام بعد كده بص عليك من الفيو هنا اختار حاجه اسمها سلايد ماستر. هتلاحظ ممكن حضرتك لو انت معلم الصوره هتلاقي في تبويب اسمه فورمات خاص بيها ظاهر يعني. لو عايزك في الفيو ده اعمل ايه كده حضرتك هتلاقي في تبويب جديد اسمه سلايد ماستر ظاهر جديد اهو اخر كلوز بعد فايل كده في سلايد ماستر ظاهر جديد هلاقي في امر اسمه كلوز ماستر فيو. يعني التبويب ده ما كانش موجود غير لما اختار الماستر فيو اسمه سلايد ماستر. اقول كلوز ماستر فيو تمام حضرتك ايوه ظهر معايا طب تمام.